السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نشاهد طريقة حل المعادلات بهذا النوع، حيث A و B و C أعداد حقيقية، X عدد عقدي، و A يخالف الصفر. إذن كيف نقوم بحل هذه المعادلة في C وليس في A؟ أولا نقوم بالبرهنة عن دلتا أو المحددة. A في X و C 2 ظاهر ونتكافؤ بين هذه المتساوية وما سأكتب هنا، فنعمل بأ، إذن تصبح أ في إكس أس 2 زائد ب على أ في إكس زائد سي على أ. يمكن أن أقسم على أ، لماذا؟ لأن أ عدد غير منعدم، واضح؟ إذن عدد غير منعدم في عدد آخر يساوي صفر، يعني هذا العدد هو الذي يساوي صفر. يعني x أس 2 زائد b على a x زائد c على a هو الذي يساوي صفر، لأن a يخالف الصفر 100%. إذن هنا أبحث عن متطابقة هامة، x أس 2 زائد 2 في b على a x زائد، لاحظ معي جيدا، قمت بالضرب في 2، إذن يجب أن أضرب هنا أيضا في 2، يجب أن أكتب 2 a. لماذا؟ لكي نجد ب على ا اكس، ب على ا اكس 2 مع 2 تحذف، زائد سي على ا، لكن هنا يجب ان اضيف ب على 2 ا لكل اس 2 كي احصل على متطابقه هامه. قمت باضافه هذا العدد، يجب حذفه، يعني شوف الله عليكم هذا الشيء، هذا انا كنبرهن على دلتا، ولكن انت تقدر كاع تستقر على هذا البرهان وتمشي ديريكت وما تحسب دلتا، يعني نوريك من جات دلتا وصافي. دونك ناقص ب على 2 ا لكل اس 2، ثم عندي ديك زائد سي على ا نزيدها اضيف سي على ا في الاخير يساوي الصفر. هنا لدينا تكافؤ، يعني ما زدتش حاجه من جي بي، كاين تكافؤ هنا 100%. انت اكس اس 2 هي الزوج تختزل مع جوج تبقى ب على ا اكس، هي هذا نقصتو زدتو نقصتو ما عندي حتى شي مشكل، سي على ا هي عندي اصلا ياك، راه تساوي. بالنسبه لهذه متطابقه هامه، ا اس 2 زائد 2 ا بي زائد بي اس 2 هي ا زائد ب الكل اس 2، دونك هادي الكل اس 2 متفقين، وكنشوف داك الشيء اللي باقي تماك، باقي ناقص ب اس 2 على 4 اس 2، لان الكل اس 2 ياك، زائد هنا نوحد المقام كذلك، اذا غنضرب في 4 ا فوق ولتحت باش تبقى لي 4 اس 2 في المقام، 4 ا في سي على 4 اس 2 تساوي الصفر، مزيان. الو نستمروا، اكس زائد ب على زوج ا الكل اس 2 ناقص، لاحظ معايا مزيان، ناقص ندير واحد الكسر 4 ا اس 2 فوق عندي ب اس 2 ناقص 4 ا اس تساوي صفر. دونك في هذه المرحلة نضع دلتا تساوي هذا ب اس 2 ناقص 4 ا اس دلتا على ذلك، يعني معادلة تصبح شنو؟ تولي اكس زائد بي على زوج ا كل اس 2 ناقص، شوف معايا مزيان، دلتا على 4 ا اس 2 مزيان، صفر صفر. الوغ هادي واضحة دابا ياك، ولكن المشكل فين عندي؟ نشوف الإشارة نتاع دلتا ونحدد الطبيعة ديال دلتا، دونك نديرو الحالات اللي عندنا، الوغ غنكتبها الفوق، فين وصلت؟ وصلت لهادي اكس زائد بي على زوج ا أس 2 ناقص دلتا على 4 أس 2 تساوي صفر مع دلتا. المهم وصلنا لهذا الشيء، هنا كاين تكافؤ بين هذه وهذه، كاين تكافؤ، ودلتا هو ب أس 2 ناقص 4 أس، دونك هذا هو ياك. لحد الآن وصلت لهذا الشيء هذا، دونك دابا شنو غتكافئ؟ يعني اكس اكس اس 2 زائد بي اكس زائد سي تساوي صفر، غتكون تكافئ شنو؟ تكافئ هذه اللي عندي هنا، ولاحظوا معايا مزيان، اكس زائد بي على زوج ا الكل اس 2
هذيك دلتا على 4 و 6 نقدر نرجعها بجهه اخرى، دلتا على 4 و 6 واضح مزيان. الا كان دلتا يساوي صفر، الا كان دلتا يساوي صفر يعني هذا كان يساوي صفر، المعادله تصبح وشنو اكس زائد بي على زوج ا والاستثنان يساوي صفر على هذا يبقى صفر ياك، يعني شنو غتولي اكس تساوي اكس باردون اكس بلس بي ديفيزي بار دو ا ايكال زيرو، يعني اكس كتساوي بي ديفيزي موان بي سور دو ا. صحيح عندنا واحد لا سوليسيون دوبل، واحد لا سوليسيون دوبل اللي هو موان بي سور دو ا، يعني الحاله الاولى اذا كان دلتا يساوي صفر الحل اكس يساوي موان بي ديفيزي بار دو ا، هذا هو الحل الواحد مزدوج. تعمل الى بغيت نعمل هذه الحدوديه كتكون اكس زائد زائد بي اكس زائد سي غتساوي غادي تساوي اكس ا باردون فوا اكس بلس بي ديفيزي بار دو ا او كاري، هكذا هو التعمل. دابا شفنا دلتا يساوي صفر، اذا كان دلتا اكبر من صفر، اذا كان دلتا اكبر من صفر في هذه الحاله هذا موجب، متفقين ياك؟ دونك في هذه الحاله نستعمل هذه الحاله، نستعمل هذه الصيغه احسن. دونك دلتا موجب ياك، يعني اش غتولي المعادله اكس زائد بي على زوج ا واستثنان ناقص نديرو الجدال كلش داكشي دلتا على 4 ا واستثنان الكل واستثنان درت لانه موجب درت له الجدال ورفعتو استثنان ما عنديش مشكل، لان الا كان ا موجب شنو كنعرفو جدال ا واستثنان هو ا ولا جدال ا واستثنان هو ا، اذا ا تاعي هو هذا موجب لان دلتا موجب هذا موجب دونك غيكون موجب، اذا درت له الجدال درت له استثنان ما عندي حتى شي مشكل ياك. ولو اننا دابا عارفين ان جدل السالب ممكن ولكن باغي نخدم على داك الشيء القديم ماشي مشكل، ومن بعد غندخلوا الحاله الثالثه اللي ندخلوا العدد العقلي كتساوي صفر ياك ا اس 2 ناقص بي اس 2 متطابقه مع يعني اكس زائد بي على زوج ا، شوف عندي ا ناقص اي عفوا ا اس 2 ناقص بي اس 2 شنو هي؟ هي ا زائد بي في ا ناقص بي، متفقين؟ الوغ ا تاعي هو هذا وبي تاعي هو هذا كامل ياك، يعني ندير ا زائد بي هو هذا، دونك جدال دلتا جدال 4 او 2 هي زوج ا، متفقين؟ جدال 4 هي زوج، جدال 4 2 هي في اكس زائد بي على زوج ا ناقص جدال دلتا على زوج ا تساوي صفر. وقاش جوج الاعداد كيساوي صفر، جوج الاعداد كيساوي صفر، إذا كان واحد منهم كيساوي صفر، يعني إما إكس بلس بي ديفيزي بار دو، المهم هنا واحد المقام، بي موان راسين دلتا ديفيزي بار دو أ كيساوي زيرو، أور إكس بلس بي ديفيزي بار دو زا بلس، دونك ندير واحد كنصلي هنا عندنا مقام واحد، بلس راسين دلتا إيكالا زيرو، دونك سوا هذا ولا هذا كيساوي صفر. يعني اكس كيساوي هذوك نرجعو من هيه موان بي بلس راسين دلتا ديفيزي بار دو ا، اكس ايكالا موان بي موان راسين دلتا ديفيزي بار دو ا. الوغ هذا هو الحالة الثانية، إلا كان دلتا أكبر قطعا من صفر عندنا دو سوليسيون، اكس ان كيساوي موان بي موان راسين دلتا ديفيزي بار دو ا، أو لا سوليسيون دو ايكالا بردون موان بي بلس راسين دلتا ديفيزي بار دو ا، مزيان. الوغ الى بغينا نعملوه في هذه الحالة غنلقاو بان مع اكس اس 2 بلس بي اكس بلس سي كتساوي دونك هي، ولكن هنا طونسيون هنا غتكون ا، ديك ا اللي اختزلت بها في الاول خصني نزيدها هنا، دونك يعني ا في اكس موا اكس 1 او كاري فوا اكس بار فوا اكس موا اكس 2، يعني اكس ناقص الحل الاول اللي غنلقاه هو اكس ناقص الحل الثاني. دابا الحالة الثالثة اللي باقية لنا هي دلتا اصغر من الصفر، دونك اذا كان دلتا سالب، اذا كان دلتا سالب مزيان، اذا كان دلتا سالب في هذه الحاله ولا المعادله تكافئ، لاحظ معايا مزيان دلتا سالب ياك، الوغ الى بغيت انا نشوف دلتا بغيت ندير لها راسين هي سالب ياك، يعني هي اي في القيمه المطلقه نتاع دلتا هي موان، علاش لان دلتا سالب القيمة المطلقة تاعو،
اذا كان دلتا سالب اي القيمه المطلقه تاع دلتا اش غتساوي؟ تساوي ناقص دلتا، متفقين؟ اي دلتا اش غيساوي؟ يساوي ناقص القيمه المطلقه تاع دلتا، متفقين معايا هناك؟ دلتا سالب يعني دلتا نقدر نكتبو يساوي ناقص القيمه المطلقه تاع دلتا، ياك؟ اذا اش غتولي المعادله؟ اكس بلس بي ديفيزي بار دو ا او كاري موان هاد دلتا شنو هو؟ داك دلتا هو ناقص القيمة المطلقة ديال دلتا، متفقين؟ على 4 ا اس 2 تساوي صفر، مزيان. الوغ اي ناقص شنو هو؟ نقدر نعوضو بناقص هنا ناقص واحد نورمال ياك، ناقص واحد نقدر نعوضو بي اس 2، متفقين؟ بي اس 2 مزيان، يعني اش غتولي؟ اكس زائد بي على زوج ا اس 2 ناقص هذا هو اي اس 2، متفقين؟ هنا القيمة المطلقة نتاع دلتا على 4 أوس 2 كتساوي صفر، مزيان. القيمة المطلقة نتاع دلتا نقدر نعوضها بجدر القيمة المطلقة نتاع دلتا أوس 2، ياك؟ بجدر القيمة المطلقة نتاع أ أوس 2، ما تقولش لا، لأنها موجب، القيمة المطلقة نتاع دلتا موجب، حنا كنهضرو في أ ماشي مشكل. يعني دونك شنو هذه واش غتولي؟ تولي إكس بلس بي ديفيزي بار دو أ أو كاري موان هنا كلهم غادي ندير لهم او كاري باردون هنا دو هادي اوس 2 اوس 2 اوس 2 هنا زوج اوس 2 دونك اوس 2 تساوي صفر الو عندنا ا اوس 2 ناقص بي اوس 2 عندنا نفس الشيء دابا غادي نرجع لكم غنرجع نمسح هاد الشيء ونرجع نكمل ما عنديش فين نكتب تحت دونك شنو كاين تكافؤ ديال اش لقينا اكس بلس بي ديفيزي بار دو ا او كاري موان شوف معايا مزيان ملي كيكون عندك ا اوس 2 ناقص بي اوس 2 هي ا زائد بي فناقص بي يعني هذا زائد هذا بلس اي راسين دلتا ديفيزي بار دو ا لو تو ميتيبليي بار اكس بلس بي ديفيزي بار دو ا لو تو او كاري باردون بلس دونك هنا درنا بلس هنا موان موان اي راسين دلتا ديفيزي بار دو ا واش واضحه هادي ولا لا ا أوس 2 ناقص بي أوس 2 هي ا زائد بي في ا ناقص بي واضحة بلا ما نطوليو الوقت دونك ندوزو لا سويت دونك عندنا واحد التكافؤ أخر هنا ا في بي تساوي صفر يعني ا يساوي صفر أو بي يساوي صفر ا كبيرة بكبيرة المهم عدد في عدد يساوي صفر يعني واحد بيهم كيساوي صفر دونك شنو كتكافئ هادي كتكافئ أن إكس زائد بي نوحد المقام هنايا لأنه عندي جوج ا جوج ا ناقص إي جدر دلتا حدو راسكم هنا صافي هادي كيساوي صفر او اكس زائد بي على زوج ا غادي نديرو زوج ا وحده لان متفقه زائد اي جدر دلتا تساوي صفر يعني اكس كتساوي هادو غنجيبهم الجهه الاخرى زوج ا غيتغير الاشاره موان بي بلس اي راس دلتا باردون اتونسيون راني نسيت القيمه المطلقه ديال دلتا القيمه المطلقه تاع دلتا رجعوا غتلقاو القيمه المطلقه تاع دلتا كنا نديرو القيمة المطلقة تاع دلتا وراني نسيتها دونك او اكس كتساوي دونك هدا نرجعهم ليه موان بي موان اي راسين لا فالور ابسولي دو دلتا لو تو ديفيزي بار دو زا صحيح الوغ او لقيت دابا الجدرين الحلين يعني الا كان دلتا سالب شنو هما الجدرين اكس واحد كيساوي ناقص بي ناقص باردون زائد اي جدر القيمة المطلقة ديال دلتا على زوج والحل الثاني هو ناقص بي ناقص اي جدر دلتا على زوج ا و الا بغينا نعملوها دونك التعميل ديالها هو هذا ونزيد واحد ا على هنا و نكتبوها نتوما هنا دونك التعميل ديالها هو اكس كاري بلس ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي على ا فوا اكس بلس دونك اكس موان اكس 1 فوا اكس بلس اكس 1 دونك هذا هو التعميل ديال الحاله بغينا نعملوها تكون عندنا عدد عقدي يعني. مزيان دابا ندير واحد جوج ديال الامثله باش نفهموا اكثر هذا هو الريزومي اللي تعقلوا عليه نتوما صحيح وحتى التعميل راه ما غاديش تشوفوه بزاف غير هذا بين قوسين مثلا زدتو اللي تعقلوا عليه هو نتوما ها لو كان لي كاتر لي تروا كار ان كار 1 2 3 لو بروميي كار عندنا دلتا يساوي صفر ها الحل دلتا اكبر من صفر ها جوج حلول دلتا اصغر من صفر ها هما الحلول صحيح الوغ ناخذوا مثلا واحد المعادله حل في السي
اكس كاري موان اكس بلس 4 ايكال 0 باغ اكزومبل. الوغ دلتا تساوي موان 0 او كاري. دلتا شنو نكتب الصيغه ديالها؟ شنو لقينا دلتا حنا؟ لقينا هي بي او سي 2 ناقص 4 اس ياك. دونك بي و سي 2 هي ناقص 1 هي بي ناقص 4 في 1 في سي. دونك شنو تساوي؟ 1 ناقص 16 هي ناقص 15 سالي. الوغ لوكال عندي هو الحالة الثالثة مزيان. الوغ الحلين شكون هما؟ موان بي موان موان زاد دونك ان موان موان اي راسين لا فالور ابسولي دو دلتا. القيمة المطلقة تاع دلتا باردون هنايا القيمة المطلقة ديال دلتا. دونك موان اي راسين لا فالور ابسولي دو موان 15. اتونسيون لو تو ديفيزي بار دو فوا ا سي ان دونك ايكال ان تو ديفيزي بار دو ان موان اي راسين 15. دونك هذا هو الحل الاول. الحل الثاني دونك بنفس الطريقة غنلقاو ان بلوس اي راسين 15 ديفيزي بار دو دونك اس. دونك الحلول في سي ماشي في ار. في سي ار ما عندناش حل. دونك ان موان اي راسين 15 ديفيزي بار دو ان بلوس اي راسين 15 ديفيزي بار دو. دونك هذا هو الحل. ناخذ مثال اخر. Donc 2x carré plus x plus par exemple 1, je ne sais pas, égal à 0. Donc on a plus 2x par exemple, un plus 3x. Donc on a des vraies là. Donc delta, je vais te servir. On va déjà penser à delta. On va dire 2. Donc on a delta, je vais te servir. Delta, il y a b aussi, c'est un démon, mais ça va à c. الوغ بي هي زوج، زوج أو سي 2 ناقص 4 في أ في زوج في سي هي 1 صافي صافي مزيان. دونك باردون مشيت أنا غلط. زوج أو سي 2 4 ناقص 8 ناقص 8 هي ناقص 4 سالب. دونك سالب بكل بساطة. الحل الأول هو ناقص بي ناقص إي جدار القيمة المطلقة ديال دلتا على زوج أ. والحل الثاني هو ناقص بي زائد اي جذر القيمة المطلقة تاع دلتا على زوج ا. الوغ الحل الأول ناقص بي هي زوج يعني ناقص زوج ناقص اي جذر دلتا القيمة المطلقة ديال دلتا هي ناقص 4 على زوج ا هي زوج صحيح الكل على زوج زوج. دونك ناقص زوج زائد اي جذر مربع ناقص 4 القيمة المطلقة دونك تساوي الوغ هنايا زوج. لاحظ معايا مزيان موان دو. شوف هنايا القيمة المطلقة ديال ناقص 4 هي 4 جد 4 هي زوج يعني ناقص زوج اي على زوج زوج على 4. ونقدر نعمل بزوج ونختزل دونك تولي ناقص 1 ناقص اي صحيح. وهنا دونك غادي غادي تولينا جد 4 هي زوج دونك زوج نختزلو بزوج تولي ناقص 1 زائد اي على زوج. دونك هي نفس الطريقة طيب. دونك لقينا الحل نكتبو اس موان زار موان اي ديفيزي باغ دو موان زار بلوس اي ديفيزي باغ دو. دونك هما لي زوج. نعطيو بعض الأمثلة أخرى يعني حالات أخرى نقدرو كاع منستعملوش فيها دلتا ونقدرو نستعملو دلتا. مثلا نعطيك هادي اكس كاري بلوس دو إيكال زيرو. أنا نقدر نستعمل دلتا ونقدر منستعملش دلتا. ما نستعملوش دلتا شنو هادي كتكافئ ان اكس كاري تساوي موان دو ياك. كتكافئ ان اكس كاري كيساوي موان زر هي اي هي موان زر فوا راسين دو او كاري لان دو هي راس المهم هي بلات عليكم. كتكافئ موان زر هي اي كاري وراسين دو هي راسين دو او كاري صحيح. الوغ اكس كاري كتساوي اي راسين دو ياك لو تو او كاري. الوغ اش كتكافئ هادي
اكس كتساوي اي راس د او اكس كتساوي ناقص اي راس د. هكذا هما الحلول. صحيح. ونقدروا نستعملوا دلتا في هذه الحاله. نحاول نخدموها بدلتا. دونك دلتا بما عنديش انا بي صفر، دونك دلتا اش كيساوي؟ صفر اس اثنان ناقص اربعه في واحد في اثنان، دونك هي ناقص 8. ناقص 8 سالب ياك 100%. غنديرو دابا الحلول. اكس واحد يساوي ناقص بما عنديش ناقص اي جدار دلتا على زوج اي ما عنديش هاك عفوا بي ما عنديش كتساوي ناقص اي جدار القيمة المطلقة ديال دلتا كنساها. القيمة المطلقة ديال 8 هي 8، دونك جدار 8 على و 8 هي جوج في 4 ياك، جوج في 4 يعني زوج جدار جوج ياك، دونك تعطينا ناقص اي في جوج جدار جوج على زوج كتساوي نختص زوج مع زوج يعني ناقص اي في جدار جوج. دونك بنفس الطريقة غتلقى الحل الثاني هو اي جدار زوج يعني هذيك الحالة لها قيمة. صحيح. دونك الله يوفق شي ماكرة.